Yeah, it's not a hang country guy, but I mean, it's such a sit on my head, it's the guy that's in the love line of the city. Nuestro envío إن المال عبد مخلص ولكنه سيد رديء هو عبدك حين تنفقه ولكن حين تخزنه وتتكالب عليه يشقيك ويمرضك لأنك أصبحت له خادما. الشيخ شعراوي رحمة الله عليه نسيما: إن المال عبد مخلص ولكنه سيد رديء هو عبدك حين تنفقه ولكن حين تخزنه وتتكالب عليه يشقيك ويمرضك لأنك أصبحت له خادما. ابن ابن قسيمة كوسو مالي كوسو مالي أنا سيما الشيخ الشعراوي يكون بأن المال عبد المخلص كم بمالي مالي نمتوما من إخلاص نتيفو سانا أنا كفتر نبوتاك ولكنه لكن ماله ما روجيوك كوا سيد ردي بانا لكو موفو كبسا هو عبدك أنا كوا متمواكو كتلمية منينو عبد المخلص نسيد متموا من إخلاصي نسيد بانا لكو موفو ردي وقد كان أكو عبدك هو عبدك حين تنفقه أنكم متموا أكو وكاتو نبوتمية كاتكا خيري ولكن حين تخزنه وتتكالب عليه هبو نبوانزا كوزي كوسانيا نكوزيوكا خزينة تخزنه ونرمبيكا ساسكو وينكي بس هبو هو كتية إلي حامو كبوا يكرمبيكا كو وينكي نوكو هيفو تتكالب عليه ويشقيك ويمرضك anakutia mashaka na taabu kwelikweli mpaka anakutia maradhi. Kwa nini? Liannaka asbahta lahu khadima, umekuwa sasa wewe ndo mtumwa wa mali. Mtumwa anakuambia mimi bado sijatimia hata kamilioni, unaendelea unafanya kazi zaidi, hata unaacha mambo yaliyo muhimu. Unajitesa kwa kila njia, unafanya makazi yaliyopindukia masaa. Kwa ajili ya nini? Inakwambia nataka ufikishe milioni ya pili, nataka ufikishe milioni ya tatu. Hivi basi inakuwa wewe mko kama khadim, mtumwa kwake, anakupeleka kama pia, anakuzungusha. Hivi ndivyo wanavyotuelezea Sheikh Sharawi, wallahu aalam.